السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من أول جديد. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب. إن شاء الله موضوع حلقتنا عن طريق المصفت، هنعرف المصفت كم نوع وطريقة قياسه وإزاي نعرفه سليم أو محروق أو تالف. تمام، خليك بس ركز معايا، خطوات سهلة إن شاء الله وهتطلع إن شاء الله مستفيد من الفيديو. تمام، احنا زي ما احنا عارفين ان الترانزستور في منه نوعين، ان بي ان، تمام، وبي ان بي. تمام كده، في نوعين. برضو المصفت في نوعين، نوع ان تشانل وبي تشانل. تمام، يعني نوع ان تشانل ونوع بي تشانل. تمام كده. طيب ان تشانل عشان يفتح لازم ياخد نبضة موجبة، البي تشانل لازم ياخد نبضة سالبة. هنعرف كل ده دلوقتي بس ركز معايا. تمام، زي الترانزستور زي ما احنا قلنا كان في نوع ان بي ان ونوع بي ان بي. تمام، طيب انا قدامي ثلاثة، ان تشانل ونوع بي تشانل، عايزين نعرفهم ازاي من بعض ونعرفهم ازاي عن طريق الافوميتر. ركز معايا، التلات رجول بتوعه عبارة عن ايه؟ عبارة عن هذا المصفت، هذا رجل، اتنين، تلاتة. تمام، اول رجل دي الجت ودي الدرين ودي السورس. تمام كده، جت درين سورس، تعرف كل حاجه. اول حاجه هجيب الافوميتر على ورق الجرس. تمام، انا مثلا مش عارف ده نوع ايه، ان شانل او بيت شانل. تمام، يعني لما تشوفه اول مره كده انت من الرقم، طالما مكتوب اي ار اف يبقى ده مصفت، اي ترانزستور مكتوب عليه اي ار اف يبقى ده مصفت. تمام، ان 50، ان مش عارف ايه، ده مصفت. طب هنعرف ازاي نقيسه؟ ركز معايا انا دلوقتي. تمام، وده المصفت، ده الافوميتر وده المصفت. تمام كده، طيب ازاي اعرف ده؟ بص يا سيدي، اول حاجه اللي الرجل الوسطانيه دي، الرجل في المنتصف دي هي الهيت سينك بتاع ايه؟ المصفت. في جميع الترانزستورات وجميع المصفتات بتبقى دايما 90% او 95% ان الرجل في المنتصف، ويمكن 99% الرجل في المنتصف هي رجل ايه؟ الهيت سينك دي. تمام، طيب يعني ديت على الافوميتر اهو، ديت هي دي مبدئيا كده. تمام، طيب انا دلوقتي المصفت اول رجل دي اسمها جت. تمام، وديت درين وديت سورس. تمام، جيت درين سورس. طيب انا هثبت السالب بتاع الافوميتر على السورس. تمام، واقيس في المنتصف كده مفيش اي جرس، عشان افتح البوابه ما بين الجيت ما بين السورس والدرين. تمام كده اهو، مفيش قياس. لو عملت انا بس لمسه كده وجيت، يعني جيت اعمل انت لمسه ما بين الجيت كده والسورس كده دلوقتي كده 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 البوابه هتفتح معايا. تمام، اهو. تمام كده، طيب عشان اقفل المصفت التاني هديله شحنه ايه؟ سالبه كده، اقفل. عايز افتحه تاني هديله نبضه موجبه. تمام، هقفله هديله نبضه سالبه، لمسه بس كده. تمام، طيب هو الوقت خد مني نبضه ايه؟ نبضه موجبه، يبقى ده مصفت ان تشانل. ان تشانل بياخد ده نبضه ايه؟ موجبه. البيت شانل هياخد نبضه مني نبضه سالبه. تمام، تمام، احنا عرفنا ده دلوقتي، ده ان تشانل. طيب هنجيب واحد تاني عكس، ده بيت شانل. تمام كده، هنثبت الارض برضو بتاع الافوميتر على السورس. تمام كده، على السورس اهو، جينا كده فتح وقفل ثانية واحدة. تمام، طيب هنديله نبضة سالبة كده، هرجع نقيس تاني فتح معايا ايه؟ صار في الفيديو ولا لأ؟ اهو تمام، اهو اديت نبضة سالبة، فتح البوابة ايه، خد نبضة سالبة، فتح البوابة ما بين الدرين والسورس. تمام كده اهو. طيب لو انا اديته نبضة سالبة بقى عكس كده كده مفتوحه، لو جيت اديله بقى النبضة الموجبة العكس. تمام كده، لمسة بس كده، لو جيت تقيس تاني هتلاقي خلاص فصل. تمام كده، المصفت سليم، وكده نوعه بيت شانل.
اقولها تاني تاني، ده بيت شانل. هجيب السورس الداشبورد بتاع الافومتر على السورس كده، ولو قسنا الرجل في المنتصف ده جرس لحظة واحدة واختفى. تمام. طيب عشان افتح البوابة ما بين الاتنين دول، ما بين الدرين والسورس، هو معاه نبضة ايه سالبة كده. تمام، نبضة سالبة كده. لو جيت تقيس تاني فتح البوابة. طب انا عاوز اقفل المفصل اخليه يقطع خالص تاني، وبعت له نبضة موجبة كده تيت، يقوم قافل كده المصفوفة سليم. تمام. طيب ازاي اعرف بقى لو اختلف؟ تلف لو اداك ما بين اي رجلين شورت، شورت مستمر تمام ومش عايز يختفي خالص، يبقى كده ايه تلف. اداك تشحن او تديله نبضة مفيش برضو فتح البوابة معاك، يبقى برضو تلف. اي رجلين من دولت مع بعض يديك شورت، اي رجلين سوا كده سوا كده سوا كده، اي رجلين يديك شورت فيهم، يبقى كده المصفوفة ايه تلف. تمام. طيب ده واحد تالف اهو، ده انت شانل. لو جيت كده كده جيت نبضة موجبة كده، ده سليم برضو. تمام، ده سليم برضو كده، فتح البوابة معايا، اديت نبضة سالبة كده، قيس تاني الجرس اختفى، يبقى كده سليم. تمام، يعني انا بثبت السالب على السورس هنا على الرجل الاولانية دي. تمام، وبعطي الموجب ده، الموجب ده نبضة موجبة عالجيت هنا كده، لمسة بس كده، شوف لمسة بس كده، هياخد شحنة حاجة بسيطة كده، هتلاقي الجيت اللي الدرين والسورس دول الاتنين على اليمين دولت فتحوا مع بعض شورت كده. طيب عشان تفصلها تاني، عشان تفصلها تاني، يبقى انت مثبت السورس كده كده، مفيش حاجة اهو، شوفوا كده جت تقيس فتحت البوابة. عاوز الغيها تاني ومعت العكس بقى، نبضة سالبة كده اقفل، نبضة موجبة كده كده فتح، نبضة سالبة كده كده اقفل. تمام. طيب النقطة المهمة ان انت لو اديته نبضة موجبة يبقى هو ان تشانل، لو اديته نبضة سالبة يبقى هو ايه بيت شانل. تمام كده. يا رب يكون الفيديو سهل، واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، وكل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب، وأشوفكم على فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.